السلام عليكم. ووصفتنا اليوم حنعمل أطيب كيكة جزر حتاكلوها. مكونات سهلة بسيطة إن شاء الله متوفرة في كل بيت، مع كريمة الجبن إن حبيتوا تضيفوا مع كيكة الجزر. طعم ما أحكي لكم جدا كان طيب، فأتمنى تشوفوا الوصفة من الأول للآخر لشوف كيف حنعمل هالكيكة المميزة. واللي بيشوف قناتي أول مرة يشترك فيها، ونبدأ وصفتنا على بركة الله. حضرت مكوناتي بالبداية وحبدأ. هون بخفق عندي 4 بيضات حجم صغير، إذا كانوا كبار 3 كفاية حضيف لهم ملعقة صغيرة من الفانيلا، مع نصف كوب من السكر الأبيض وكوب كامل من السكر البني، أو ممكن يستعيدوا كله بسكر أبيض، كوب ونصف سكر أبيض. حضيف لهم 3/4 كوب من زيت النباتي، أي زيت ذرة أو كانولا، بنفع كله الكيك. بخفقهم بالبداية هاي المكونات على سرعة عالية جدا، أعلى سرعة بالخلاط لمدة 2 دقيقة حتى أحصل على هذا المزيج اللونه بيج أو أبيض، وأتأكد أنه ضعف حجم البيض. هالوقت بحضر النواشف. الخطوة الثانية حبدأ بخلط النواشف. هون حستخدم 2 كوب طحين، طبعا بكوب المعيار 250 ملل، أبيض متعدد الاستعمالات نخلته لازم أنخله طبعا. حضيف له كمان ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة، وملعقتين صغار اللي هي تقريبا 5 جرام من البيكنج باودر، ملعقتين ونص، نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. هاي المكونات النواشف مع ذرات من الملح، طبعا اكيد بوازن النكهات الملح لما نضيفه للحلويات. بخلط النواشف مع بعض وببدا اضيفها للمكونات السائله. حضيف اكيد اللبن الروب، دائما في وصفاتي بحكي اللبن الروب بالكيكات بيعطي هشاشه طيبه، نستبدل دائما بدل الحليب. حضيف الطحين بشكل تدريجي مع النواشف واخفقها على سرعه واطيه، بهدي سرعه قالب الكيك، بضيفه بشكل تدريجي. علبة الروب اللي استخدمتها هي 170 جرام تعادل تقريبا 3/4 الكوب. بخلط المكونات هون لمدة 2 دقيقة النواشف، وببدأ أضيف الجزر. هون استخدمت 1.5 كوب من الجزر الطازة المبشور، فقط جزر مبشور. بخلطه مع مكونات الناشفة، ممكن أوقف أستخدم أحرك بالسباتولا مثل ما بتحبي. هون حضيف تقريبا 1/2 كوب من العين الجمل الجوز المحمص، ونصيحة دائما المكسرات عند إضافتها للحلويات أو المخبوزات حمصوها، بتعطي طعم أغنى وأطيب وأقوى. هيك صارت كيكتي كمكونات جاهزة قبل الخبز، بخلطها مع بعض السباتي دقيقة. مكوناتها بتعمل قالب كامل هذا الحجم اللي هو قطره تقريبا 28 سنتي. أنا بس هعملها شكل جاتو، هعملها أقسمها بقالبين صغار، قطر كل قالب من هذول 20 في 20. هاي الصواني للمخبوزات نفس الحجم إذا كنت أعمل كيكة من طبقتين، ولك حرية الاختيار تستخدم هي قالب صينية كبيرة أو القالبين الصغار. حدهنهم أكيد بملعقة من السمنة ووزعها كل الأطراف مع رشة طحين. بوزع الخليط بالتساوي بين الصينيتين، جدا يكون بالتساوي لأنه حرتبها كطبقات. بهالوقت بكون محمية الفرن على حرارة 350 فهرنهايت اللي هي 180 درجة مئوية قبل بدء بربع ساعة، وجدا مهم يكون الفرن حامي، وجدا مهم مكوناتي كمان اللي بدأت فيها تكون كلها بحرارة الغرفة. مباشرة بحط الكيك على الرف الوسط بالفرن. عندي هاي الشرايط إذ وجدتيها جدا رائعة في استخدامها بلف الصواني، بتحافظ لك على ارتفاع الكيك، يكون ارتفاعه مستوي بدون حدوث اللي هيك الأهرام. اضطريت قص الكيك، وهذا اختياري طبعا إذا حبيتي وجدتيهم. شوفوا ما شاء الله عندي كيف ارتفاع الكيك، كيف عالي وكيف هش، وكمان مستوي، ما حضطر اني اقصها للتزيين، بس اذا ما استخدمتيها ممكن تضطري تقصي اللي برايحك. اكيد طبعا الكيك لما يطلع من الفرن حطوا شبك تبريد تيبرد تماما. وبهالوقت حجهز كريمة الجبن، وانا نصيحة مني حاولوا جهزوا كريمة الجبن قبل البدء بعمل الكيك. هون اخذت قالب زبدة 100 جرام بحرارة الغرفة، لازم يكون لين. حضيف له، انتبهوا معي، حضيف له 250 جرام من جبنة فيلادلفيا. في حال مش متوفر فيلادلفيا ممكن تستخدمي اللبنة قشطية، في أنواع منها. حضيف لها 3 أكواب من السكر البودرة الناعم جدا اللي هو الآيسينج شوغر، ما بنفع أبدا السكر المطحون بالبيت، مع ملعقة صغيرة من الفانيلا وملعقة صغيرة من عصير الليمون. وجربوا ترك هاي عصير ليمون مع برش صغير من عصير ليمون، تعطيك طعم مميز جدا لكريمة الجبن. فإذا مكونات كريمة الجبن 100 جرام من الزبدة اللينة بحرارة الغرفة تكون لينة، مع 3 أكواب سكر ناعم، مع علبة جبنة فيلادلفيا 250 جرام أو لبنة قشطية أو كيري إن حبيتي المتوفر عندك.
هيك شوفوا ما شاء الله خفق بالسباتولا، لانه الزبده لينه. كيف صار عندي مزيج الكريمه جدا رائع، بس راح احطه بالثلاجه ممكن ياخذ ساعه ساعتين لترجع شوي تشد المكونات الزبده والجبنه اللي اتحكم فيها في تزيين الكيك. فبفضل تحضري هاي الخطوه قبل ما تبدا بالكيك اساس تكون بارده وجاهزه. هون ما شاء الله الكيك برد والكريمة بردت تقريبا بعد ساعة من التحضير، فببدأ بالتزيين. لاحظوا اني ما قصيت الكيك، وها طبعا خطوات اختيارية، حبيت افيدكم انه كيف تزينوا الكيك بطريقة مبسطة ان حبيتوا تزينوا الكيك. بوزع الكريمة على اول طبقة من الكيك على الوجه، بحط الطبقة الثانية من الكيك مباشرة، وبوزع الكريمة على كل الاطراف. كان عندك اداة لتزيين الكيك او بسكين متوفر عندك، بحاول اوزع الكريمة على كل الاطراف بهالطريقة. في حال استخدمت القالب ممكن تحط هاي الكريمة في اكياس الحلواني وتزيني فيها اللي بريحك. هون وزعنا الاطراف وزبطنا الامور، بنقل الكيكة بعد ما زبط اطرافها لصحن او قاعدة خشبية او قاعدة لعمل الكيك تكون نظيفة. وهون بعجينة السكر انا لونتها باللون الاخضر والاورنج البرتقالي، هي جاهزة عجينة السكر، وعملت اشكال من الجزر. يعني ممكن تشوفوا على اليوتيوب كيف تشكل الجزر، او تحطي امامك جزرة وصير زي ما بنعمل معجونة نشكلها. هيك صار الشكل عندي ممتاز ورائع، شوفوا ما شاء الله ما احلاها. وهون طبعا خليت نص كوب من عين الجمل المحمص، حزين فيه اطراف الكيكة من الاطراف، واللي بقى من زينة حزينه بكيس الحلواني. وهيك خلصت كيكتنا الرائعة الطيبة. بعد ما بزينها بحطها بالثلاجة لساعة على ساعتين بالثلاجة تبرد وتتماسك الكريمة مع الكيكة، ونقدمها مع أحلى كوب شاي. وأهلا وسهلا فيكم، نورتوني، وأتمنى أنه عجبتكم الوصفة. فإن عجبتكم ما تنسوا دعم الفيديو باللايك والكومنت والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. وأهلا وسهلا فيكم، نورتوني.